بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أعرف نفسي، أنا فيزل المفيد من مدرسة الثانوية الخامسة في غرسك. بداية قبل البداية، ابتداء قبل الابتداء، أحييكم تحية الإسلامية، تحية من عند الله، تحية وسلامة عربية، عاتر السلام كالشمس وضحاها، سلاما دائما كالفجر إذا تلاها، سلاما عميقة إلى ربكم منتهاها، سلاما وأزكى تحية وتحية أهل الجنان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الفضيلة، جميع هيئة التحكيم في هذه المناسبة، صاحب الفضيلة رئيس الجلسة وسعادة المدرسين والمدرسات وجميع الحاضرين من المشتركين رحمكم الله، لا كلمة ولا قول ألقيتها إلا كلمة الشكر. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل والطاعة تطيب الحياة وتتنزل البركة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برارة الأخيار، أما بعد، أولاً حيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا رحمة ونعمة وهداية حتى نستطيع أن نحتفل في هذا الوقت المبارك إن شاء الله. ثانيا، صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى قدوة الأمة وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وكذلك إلى صراط المستقيم، وأكمل حياتنا بنور الإسلام والإيمان والإحسان. أيها المستمعون الأحبان، اسمحوا لي أن أقدم أمامكم جميعا لأخطب خطبة عربية تحت العنوان التقوى خير الزاد، حياتي في الدنيا والآخرة. إخوتي في الله، قد عرفنا أننا عشنا في هذه الدنيا لنطيع ما أمر الله ورسوله به ونجتنب عما نهى الله عنه لنكون سالمين في الدنيا والآخرة. كم من السيئات عملناها وكم من الآثام ارتكبناها، فلولا الغفران لكنتم من المذنبين الخاسرين، إلا إذا كان الله أن يغفر جميع ذنبنا وسيئاتنا، فكيف طريقة إزالتهما؟ فوجب علينا أن نتوب توبة نصوحة، واعلم أن الله غفور رحيم. وبعد أن نتوب الله حق التوبة، فإن شاء الله يغفر ذنبنا ونكون من السالمين من عذابه الشديد، ونفوز في حياتنا فوزا عظيما دنيا وأخرى. ها هو الهدف الأعلى في حياتنا الذي ندعوه في كل حين، والله لا يخلق من عباده الإنسان إلا أمرهم بالعبادة إياه، كما قال الله في كتابه الكريم: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فما معنى الحياة بدون العبادة؟ سوف لا معنى لها. فلذلك أتزود للأخروية بالتقوى وبالإيمان، لأن التقوى خير الزاد. ولماذا يكون التقوى خير الزاد؟ لأن المتقين سيتخلقون بأخلاق حسن وسيعملون أعمالا حسنة نافعة لأنفسهم ولغيرهم، ويبتعدون دائما عن القبائح والسيئات التي كانت تضرهم وغيرهم، وهذه كلها أثر من التقوى. أصدقائي في العقيدة، إذا سأل أحد الناس بما يختارون بين الفوز
والشقاوة لأجابوا تختاروا الفوز، ولكن ما شأنهم في حياة الدنيوية؟ أنهم يتبعون هوايتهم ويتبعون شهواتهم حتى يتجاوز الحد في عملهم. فلذلك عليكم بتقوى الله، لأن التقوى سيجر صاحبه إلى عمل رضي الله به. فليتقوا أيها الإخوة إلى ربكم. هدانا الله إلى صراط المستقيم، ونفوز في حياتنا، ونحوز درجة عالية في الأقبة. أيها المستمعون الأحبان، ربما هدى ما قدمناه بين لديكم، وإن وجدتم الخطأ والغلطات من كلام هذا سأطلب منكم العفو. وشكرا على اهتمامكم. أخيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.